يا صباح الفل عليك يا نورهان، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهاوند، وصباح الفل على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي صباح في كل مكان، الفل من عليك يا جديد من نورهان. مقر النادي الأهلي نورهان الرئيسي بقولك ايه، بالجزيرة. قبل ما نخش بس في التفاصيل، لان احنا لازم نتكلم عن حاجة طبعا نورهان وكلنا وانت حضرتك، علشان طبعا الظروف اللي كانت عندك ما كنتش ايوه متواجد معانا طبعا، لكن احنا اليوم الكبير واليوم الاحتفالية اللي احنا لحد دلوقتي بنتكلم عنها والجماهير لسه بتتحدث عنها، حابينك برضو تاخدينا نبذة، لان ما ينفعش تعدي كده. احنا كلنا كنا سعداء فعلا بالافتتاح الخاص بالتجمع الخامس يا نورهان، وانتوا تحديدا كمراسلين القناة بصراحة عملتوا شغل أكثر من رائع، كنتوا متواجدين من الساعة 2 لغاية نهاية الحفلة بالليل، يعني خلينا برضو نسمع منك، تفضلي. الحقيقه نهاوند طبعا انا سعيده ان انت اتكلمتي عن افتتاح فرع النادي الاهلي بالقاهره الجديده، يمكن كان يوم فعلا حافل، احنا يمكن كنا متواجدين في الصباح الباكر كمان بالمناسبه نهاوند، يمكن قبل الساعه 2 كمان كنا موجودين، وكنا بنتجول في الفرع علشان نقدر ننقل الصوره بشكل كبير للمشاهدين اللي مش هيكونوا او اللي ما قدروش ان هم يحضروا طبعا الافتتاح، ونشارك جمهور النادي الاهلي طبعا نجاحات مجلس الاداره ونجاحات النادي الاهلي المؤسسه الرياضيه العريقه. الحقيقه ان احنا كنا في امام صرح كبير جدا النادي الاهلي بيشيده، وطبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب تتوالى انجازات النادي الاهلي وبتتوالى الامور اللي يمكن طبعا احنا كلنا بنفتخر بيها هنا من مقر النادي بالجزيره، وجميع الفروع الحقيقه كل الفروع وكل اعضاء الفروع المختلفه كانوا بيتكلموا عن فرع القاهره الجديده وقد ايه هم سعداء بافتتاح هذا الفرع، خاصه وانه الجنب ده جغرافيا ما كانش يعني يمكن طبعا كان بعيد شويه او مش متغطي زي ما بيقولوا يعني جغرافيا، طبعا الناس فيما يخص هذا الجنب كانوا طبعا سعداء جدا بافتتاح هذا الفرع. خليني كمان اقول لكم انه يمكن طبعا احنا كمراسلين حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نستضيف كل الحضور ونحاول ننقل الصوره بشكل كامل ليكم، وطبعا انت كمان يا نهاوند كنت متواجده معانا، والزميل طبعا احمد سمير كان متواجد، وحاولتوا على قد ما تقدروا ان انتوا يعني تنقلوا المشهد للمشاهدين وكانهم قاعدين معانا في الاحتفاليه. والحقيقه طبعا انه النجم احمد جمال طبعا زي ما احنا شفنا احيا الحفل بصوره رائعه، وشفنا طبعا الفنان ايهاب توفيق، واسماء انا مش عايزه اذكر اسماء عشان ما انساش اسماء ناس كتير، ولكن قامات كبيره جدا ومسؤولين في الدوله كانوا متواجدين طبعا في حفل الافتتاح. كمان خليني اقول لك يا هواند انه كان في بعض الاسماء اللي كانت متواجده وكان طبعا يعني يمكن ناس فرحت بيها جدا، وعلى الرغم من طبعا يعني انه يمكن احنا ما قلناش زي ما قلت لك ما قلناش اسماء الناس كلها، ولكن طبعا كابتن حسن حمدي، كابتن الدكتور حسن مصطفى، اسماء كتيره جدا جدا كانوا متواجدين وكنا سعداء، ويمكن كنا يمكن اللي متابعنا حتى على السوشيال ميديا كمان احنا يمكن كنا يعني بنتصور كتير وكنا فرحانين جدا بافتتاح الفرع الجديد. وطبعا سعيده جدا يا هوان زي ما قلت لك في البدايه ان انت كلمتيني عن فرع التجمع، احنا كنا فعلا كان يوم حافل وكنا سعداء بيه جدا. نروح بقى لاخبارنا هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيره، زي ما عودناكم في الساعات الاولى من صباح اليوم ابواب النادي طبعا فتحت لاستقبال الاعضاء، ويمكن احنا مش يعني شفنا حضور كتير للاعضاء النهارده طبعا نهائي المرتقب بين النادي الاهلي وفريق الوداد المغربي، المباراه اللي كل مصر منتظراها والحقيقه ان كل افريقيا منتظراها. طبعا النادي الاهلي البطل، النادي الاهلي هو يمكن طبعا صاحب الانجاز الاكبر ب10 القاب، ويليه طبعا مازيمبي الكونغولي ونادي الزمالك بخمس القاب ثم نادي الترجي. خليني اكلمك حتى عن الاعضاء هنا الاول يا نهاوند، احنا يمكن اتكلمنا معاهم يعني شويه ودردشنا مع بعض الاعضاء حول المباراه وتوقعاتهم وتوقعاتهم للتشكيل وتوقعاتهم مين اللعيبه اللي ممكن تكون ليها دور كبير النهارده. يمكن العديد من الاعضاء اتكلموا عن غياب طبعا كابتن وقائد الفريق كابتن محمد الشناوي للاصابه، كمان بالمره يعني يمكن افكركم انه طبعا رامي ربيعه وكريم فؤاد واكرم توفيق ايضا بيغيبوا الاصابه، ولكن غياب محمد الشناوي كان يعني هو الاقرب وهو الابرز، خاصه هو طبعا حارس المرمى الاساسي للفريق، ومستر كولر قرر ان هو يعني يريحه وان هو يضمن سلامه اللاعب للمباراه الثانيه في المغرب، ويمكن دايما بيصفها مستر كولر بالشوط الثاني لمباراه النهائي. مستر كولر يعني يمكن تحدث مع اللاعبين حول ضروره التركيز في المباراه، ضروره الاستحواذ الايجابي، ضروره عدم الانسياق ورا طبعا اي يعني اي محاولة
محاولات من الفريق المنافس ان هو يعني يجر النادي الاهلي لتعادل لا قدر الله، طبعا عشان نحسم المباراه هنا من القاهره ونسافر ان شاء الله المغرب نكون مرتاحين بنسبه كبيره للنتيجه. كمان خليني اقول لك يا نهاوند ان يمكن طبعا الاعضاء توقعوا تالق مروان عطيه في خط النص، قالوا انه اللاعب بيقدم مستويات كبيره جدا في الفتره الاخيره، وكالعاده علي معلول حاز على طبعا يعني ثقه الجماهير سواء هنا في اعضاء في داخل مقر النادي بالجزيره او على مواقع التواصل الاجتماعي. خليني اقول لك كمان او اوصف لك المشهد هنا من مقر النادي بالجزيره، الشاشه الرئيسيه زي ما تعودنا موجوده في منتصف النادي طبعا لاذاعه المباراه، الشاشه الكبيره اللي بتكون موجوده طول الوقت واللي بتلم حواليها اعضاء النادي، وطبعا في بعض الاماكن الاخرى المتفرقه في بعض الشاشات الصغيره. كمان خليني اقول لك يا نهاوند انه يمكن طبعا كابتن محمود الخطيب اجرى اتصال هاتفي برئيس نادي الوداد السيد سعيد الناصري، وطبعا اكد من خلاله على عمق العلاقات بين النادي الاهلي ونادي الوداد المغربي، وقال انه طبعا بعثه نادي الوداد المغربي هنا تعتبر في بلدها الثاني مصر، وقال انه كل طلبات البعثه هتكون مجابه وان شاء الله تلقى باهتمام ورعايه كبيره. وطبعا سعيد كابتن محمود الخطيب تحدث مع رئيس نادي الوداد انه سعيد هذا طبعا اللقاء، ويتمنى ان الامور والمباراه تخرج بصوره طبعا جيده. كمان خلينا نفكركم بمشوار النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا في النسخه الحاليه. النادي الاهلي استهل مشواره بمواجهه الاتحاد المنستيري واللي تغلب عليه طبعا 4 أهداف دون رد، وكانت نتيجه المباراتين. ثم النادي الاهلي واجه القطن الكاميروني وتغلب عليه 7-0 نتيجه المباراتين 3-0 و4-0. ثم النادي الاهلي واجه طبعا نادي الهلال وفاز عليه في القاهرة 3-0 وخسر في السودان 1-0، وحصل بعض التعثر طبعا ده كان في دور المجموعات بعد مواجهة الاتحاد المنستيري في بداية المشوار. طبعا مباراة سان داونز يمكن تعثرنا بعض الشيء وتعادلنا 2-2 في هنا في القاهرة، وخسرنا في جنوب أفريقيا ب5 أهداف مقابل 2. ثم طبعا واجهنا طبعا نادي طبعا الرجاء المغربي في دور ربع النهائي، وطبعا استطاع النادي الاهلي الفوز بهدفين دون رد هنا في القاهره وتعادل سلبيا في المغرب. ثم طبعا في نصف النهائي امام الترجي وفاز النادي الاهلي بمجموع المباراتين 4-0 3-0 هنا في القاهره 1-0 في تونس. كل الامنيات القلبيه للنادي الاهلي بالتوفيق اليوم في النهائي الرابع على التوالي، وده يمكن طبعا انجاز تاريخي للنادي الاهلي، ويمكن طبعا نادي الوداد هو حامل اللقب في النسخه الماضيه بعد طبعا ما حقق اللقب على حساب النادي الأهلي. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. نحن نشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة نورهان طمان على هذه التغطية المتميزة كالعادة. تغطية رائعة، أشكرك عليها جدا نورهان.